في مفاجأة مداوية، باتريس كارتروم بيقرر الرحيل عن الزمالك. مفاجأة غريبة، كارتروم بياخد معاه ربع مليون دولار وبيروح الزمالك عشان يدفعهم شرط الجزائي علشان يمشي. طب ايه سبب رحيل كارترون وايه الكواليس اللي ورا رحيله وايه الفريق اللي رايحه اصلا وايه الفريق اللي مشجعه انه يوصل للمرحله دي اللي هو خلاص انا همشي دلوقتي، انا همشي دلوقتي وخلاص مفيش حاجه هتوقفني. هنعرف كل حاجه في حلقه النهارده، وكمان هنعرف مين بديل كارترون. حطني رقم واحد في القصير. قبل ما نخش في الحلقه بنتكلم في اي كواليس ولا نتكلم في اي حاجه، انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشترك وفعل الجرس عشان تجيلك حلقات اول باول. ويلا بينا نبدا. الواحد صحى من النوم في مفاجاه مداويه، نزل على الخبر كان صعقه، كارترون بيدفع شرط الجزائي للزمالك وبيفسخ العقد. طب ليه كارترون عمل كده؟ ايه اللي حصل اصلا عشان كارترون يحصل معاه كده؟ في اقاويل من صحفيين قالوا كلام، وفي اقاويل قالت كلام تاني، وفي اعلاميين قالوا كلام، ومرتضى منصور طلع عرب. تعال نبداها من الاول شويه. الساعه 2 بالليل امبارح كارترون بعت لامير مرتضى منصور على الواتساب قال له انا عايز امشي من الزمالك ومستعد اسدد الشرط الجزائي. امير مرتضى استغرب من الطلب اللي طلبه وقال له ايه ليه الطلب الغريب دون وليه الوقت دون بالذات. رد كارترون وقال له القرار نهائي. امير مرتضى منصور اتحدث على طول مع يحيى علي وكيل اعمال كارترون هو اللي جايبه اصلا للزمالك وقال له اللي حصل، وراح على طول يحيى علي كلم كارترون وقال له ازاي تسيب فريق في وقت زي دون، ما ينفعش تسيب وقت ده زي دون، دخل على نصف نهائي دوري ابطال افريقيا كمان. وامير مرتضى ويحيى علي قعدوا مع كارترون جلسه في تقريبا الساعه 7 الصبح الساعه 8 الصبح مع كارترون. بس كارترون بعد جلسه طويله قال لهم انا القرار نهائي وانا همشي وهسدد العقد شرط الجزائي. يعني امير مرتضى منصور لما لقى الموضوع بيتأزم كلم مرتضى منصور وقال له اللي حصل كله، ومرتضى منصور قال له جيب لي كارترون وتعالى لي حالا. مرتضى منصور عمل اجتماع مجلس اداره الساعه 3 العصر، وبعد ما الاجتماع خلص استدعى كارترون وقعدوا مع بعض في اجتماع مطول تقريبا 3 او 4 ساعات. مرتضى منصور قال له انا اتفاجئت من اللي انت طالبه واتفاجئت من الطلب اللي انت قايله، وانا عندي ليك عرضين. العرض الاول وهو انك تستمر مع الفريق لمده شهر، بعد كده هسيبك تمشي من غير ما تسدد الشرط الجزائي. بس كان العرض دون كان يعني العرض ده متقال له ان هو يكمل بطوله افريقيا وتخلص بطوله افريقيا، بعد كده هسيبك تمشي من غير ما تدفع الشرط الجزائي. والعرض الثاني اللي كان معروض له مرتضى منصور عرف بالكلام معاه وقال له، يعني كارترون كان بيقول له مشاكل اسريه وكده اللي هو عايز يسافر عشان اسرته وكده، لكن مرتضى منصور بعد ما اتكلم معاه عرف انه جاي له عرض. كارترون جاي له عرض منين محدش يعرف، بس هو جاي له عرض. مرتضى منصور قال له خلاص قول العرض اللي انت مديهولك او العرض اللي معروض عليك وانا هديلك نفس الفلوس اللي معروضه لك بالظبط. كارترون رفض وقال له القرار نهائي، هدفع الربع مليون وهمشي. مرتضى منصور قال له خلاص هسيبك ساعه تفكر في اللي قلت لك عليه. رد كارترون قال له انا مشاكل اسريه، مش عارف افضل موجود في مصر، لازم اسافر، لازم كل دون. مرتضى منصور قال له بصراحه انا مش مقتنع بحوار اسريا دون، هسيبك لمده ساعه تفكر وتقرر قبل القرار النهائي بتاعك. كارترون تقريبا في خلال الساعه دي عمل بتاع 6 أو 5 مكالمات مش عارفين بيكلم مين، ورجع مرتضى منصور تاني قال له القرار نهائي، خد فلوس الشرط الجزائي وانا همشي. طب مرتضى منصور قال له طب اصبر ودع اللعيبه كلم معاهم اي حاجه، قال له خلاص القرار نهائي وانا عندي معايا طياره ومش هلحق. يا دوب دخل كارترون في 3 دقائق دفع شرط الجزائي مشي على طول وما حضرش حتى التمرين ولا اي حاجه. كارترون اصلا قبل ما يمشي وقبل ما يدفع شرط الجزائي في خدون الساعه اللي كان مدانه مرتضى منصور، راح لاوضه اللبس قبل التمرين، قابل امير عبد العزيز، قال له المفاجاه وقال له ان انا همشي من النادي. امير اتفاجئ جدا، حاول اللي هو يخليه يفضل في النادي لكن امير فشل. قلت لكم بعد كده رجع للمكتب بتاع مرتضى منصور على طول، دفع شرط الجزائي في 3 دقائق ومشي. مرتضى منصور بعد اللي حصل من كارترون توجه للعيبه في تقريبا في التمرين او اوضه اللبس، قال لهم انتوا اهم حاجه في النادي، انتوا اهم حاجه، لازم تكملوا، لازم تستكملوا المشوار، لازم تجيبوا بطوله افريقيا، انتوا اهم حاجه، وان شاء الله في غضون ايام هجيب لكم مدير فني جديد، ولكن مدير الفني اللي هيكمل معاكم مؤقتا هو مكون من طارق يحيى ومدحت عبد الهادي وايمن عبد العزيز وامير عبد العزيز، وعبد السلام هيفضل كمدرب حراس مرمى. بعد كل الكلام دون في اخبار كتير طلعت بقى ان كارترون جاي له عرض من اهلي جده، جاي له عرض من اتحاد جده، جاي له عرض من الهلال السعودي، جاي له عرض من اورلاندو بايرتس، جاي له عرض من بيراميدز. كلام كتير جدا على كارترون، بس الكلام اللي لسه قريب قوي قوي طالع من تقريبا من
من 10 دقايق ولا ربع ساعه من ميدو في برنامج اوضه اللبس قال لك ان كارتيرون جاي له عرض من التعاون. لكن هل الربع مليون اللي دفعهم كارتيرون للزمالك هل من جيب كارتيرون ولا الفريق اللي تفاوض مع كارتيرون قال له ان هو هيدفع له شرط الجزاء وهياخده؟ كمان ميدو قال لك ان كارتيرون بيدرس ان يمشي من الزمالك من اسبوعين وما بلغش اي حد غير النهارده بالليل. طيب تمام، بعد الكلام ده كله بعد اللي قالناه كله طلع مرتضى منصور من دقايق قال تصريح غريب جدا لازم اقوله لكم بالنص. مرتضى منصور قال لك كارتيرون كلمنا امبارح الساعه 2 بالليل وقال لنا انا عايز ادفع شرط جزائي وامشي. سالناه مالك؟ قال انا تعبت من ضغط الماتشات وكل 3 ايام وكل 3 ايام ماتش، وقال انا عايز امشي واسافر بكره الصبح وانا ما عنديش عرض بس انا تعبت ومش قادر اكمل. طب هل الكلام دوت صح؟ هل كارتيرون فعلا عايز يمشي عشان مشاكل اسريه وانه تعب من الضغط المباريات دي وعايز يمشي مش عايز يكمل بسبب الضغط المباريات والمشاكل الاسريه، ولا الكلام ده مرتضى منصور طلع بيقوله عشان يخفف الضغط شويه على كارتيرون وعشان يقدم المدرب الجديد اللي جايبه؟ الله اعلم هل الكلام اللي قاله مرتضى منصور ده صح؟ مش عارف، بس طالما مرتضى منصور طلع قال الكلام ده يبقى الكلام ده صح. طب العروض اللي جايه له وحوار التعاون السعودي واهلي جده والاتحاد وكل الكلام ده هنعرف خلال ايام كارتيرون هل فعلا ساب النادي علشان جه له عرض من فريق سعودي او فريق صيني او فريق ايا كان الفريق اللي جاي له. هل ساب الزمالك عشان عرض جاي له، ولا كارتيرون ساب الزمالك فعلا عشان مشاكل اسريه؟ بس لو انت سايب الفريق قبل شهر من دوري ابطال افريقيا، قبل شهر من السيمي فاينل وقدامك ثلاث ماتشات تاخد البطوله وتسيبه بشكل مشاكل اسريه، او تسيبه بسبب ان انا تعبت بسبب ضغط ماتشات ثلاث ايام وكل الكلام ده، فانت بصراحه عقليه غريبه. لو فعلا كارتيرون سايب الزمالك عشان تعمل ضغط ماتشات وسايبه بسبب المشاكل الاسريه وهو قدامه شهر يبقى بطل افريقيا ان شاء الله او ينافس حتى على البطوله، فانت كده يا معلم عقليتك صغيره جدا جدا جدا. طب تمام خلاص، سردت لكم الكواليس بتاعه رحيل كارتيرون وازاي كارتيرون رحل وليه كارتيرون رحل، والناس بتقول لك جاي له عروض ومرتضى منصور طلع قال لك ان هو قال لك ان انا تعبت من ضغط ماتشات ولازم امشي. محدش عارف ايه الحقيقه، بس جه الحته المهمه وهو مين بديل كارتيرون. من ساعة ما خبر كارتيرون طلع وان هو ماشي سمعنا 390 الف مدرب، سمعنا فريدا راجع، سمعنا جروس عايزينه يرجع، سمعنا كوبر، سمعنا جريدو، سمعنا تاكيس جونيس بتاع وادي دجله، سمعنا حسن عبموته، سمعنا دي صابر، سمعنا رامون دياز، سمعنا مدربين كتير قوي. هل الزمالك بيفوت حد المدربين دي؟ مش عارف، بس ميلو طلع لك برضه في اوضه اللبس من شويه قال لك المرشح الاول تاكيس جونيس. بس هل الزمالك فعلا هيروح يعمل الكارثه دي ويجيب تاكيس جونيس؟ انا مش بقول ان تاكيس وحش، مش بقول له مدرب وحش، لو مدرب نوعا ما كورته كويسه وما نجحش قوي مع دجله بس هو كورته في الملعب كويسه، هل هتروح تجيب تاكيس المدرب اللي كليا طريقه لعبه غير طريقه لعب كارتيرون تماما وانت قدامك شهر؟ الزمالك لو راح جاب مدرب من بره مدرسه كارتيرون او مش نفس المدرسه الدفاعيه بتاع كارتيرون او مش نفس فكر كارتيرون، فانت كده يا معلم بتعمل مهمه انتحاريه. ليه تجيب مدرب قبل شهر من دوري ابطال افريقيا قبل شهر من البطوله وتجيبه؟ هل هيعرف يطبق المدرب ده تفكيره وخططه؟ ما توقعش. لازم الزمالك يجيب مدرب نفس فكر كارتيرون ونفس عليه كارتيرون ونفس طريقه كارتيرون علشان يجي يعتمد على نفس العناصر اللي كان بيلعب بيها كارتيرون، يعتمد على نفس التشكيل ونفس التكتيك اللي كان بيعتمد عليه كارتيرون مع بعض اللمسات البسيطه عشان تعرف تنافس على دوري ابطال افريقيا. لو تروح تجيب لي مدرب مثلا مصري او تجيب لي مدرب مش نفس مدرسه كارتيرون، فانت كده بتعمل مهمه انتحاريه، ولا تعرف تنافس على دوري ابطال ولا كاس مصر ولا اي حاجه. لازم المدرب اللي يجي يبقى بنفس مدرسه كارتيرون، الا اذا الزمالك خلاص بيفقد بطوله افريقيا. اي نعم الزمالك معروف على مدار تاريخه ان البطوله اللي بياخدها مش بياخدها بسهوله، بس انا المره دي فعلا جروس لما مشي بعد الكونفدراليه على قد ما جروس مدرب عالي جدا عن كارتيرون وهو في حته جروس وكارتيرون في حته، لكن انا زعلت على مشان كارتيرون اكتر ما زعلت على مشان جروس بسبب التوقيت. انت مشيت في توقيت صعب جدا الفريق يمشي فيه، صعب جدا صعب جدا المدرب يمشي فيه قبل شهر من بطوله مهمه جدا 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 جدا. مش عارف بصراحه ليه اللي عمله، ليه السبب، محدش يعرف حاجه. بس الزعل ان كارتيرون يمشي مش عشان كارتيرون هو مدرب العبقري ومدرب الجامد، لو كارتيرون جه نجح مع الزمالك وجاب لك سوبر افريقي وجاب لك سوبر مصري، بس مش المدرب اللي انت تزعل اللي هو يا الجهبز التكتيك مشي. لا، وكارتيرون احنا كزملكاويه كنا صابرين عليه وكنا صابرين على تكتيكه وعلى خططه، حلم السادسه هو اللي كان مخلينا ان احنا صابرين على كارتيرون. بس بعد ما كارتيرون مشي احنا زعلنا بسبب التوقيت مش بسبب كارتيرون. ده بس كانت حته لازم اوضحها. مين البديل؟ كل اللي انا اعرفه خلال اسبوع مرتضى منصور طلع وقال لك خلال اسبوع هنعرف البديل. مين البديل؟ محدش يعرف،
انا بصراحه من وجهه نظري اكتر مدرب يعرف يرجع واكتر مدرب يعرف يجيب لك البطوله دي واكتر مدرب حافظ لعيبتك هو جروس. مش عارف هل الزمالك قادر على اللي هو يجيب جروس او يرجع جروس تاني او جروس هيفي اصلا ولا لا خلال ايام. ممكن نعرف النهارده بالليل حتى مدرب جديد مين خلال ايام خلال ايام خلال ايام مدرب الزمالك الجديد هيعلن عنه. ناس تقول لك ان طارق يحيى يلعب ماتشين بس ويمشي ويجيب مدرب جديد، الله اعلم. بس في الاول والاخر ده كان رايي انا في حوار كرتون وكان كواليس الرحيل ومين البديل وكل كده. انا ما عنديش اخبار مؤكده مين البديل عن الزمالك مين البديل لكرتون في الزمالك، بس بصراحه اي بديل يجي انا واثق في الاداره. الاداره راحت اتحركت على طول وبتجيب مدرب. انا اللي انا عايزه ان نجيب مدرب من نفس مدرسه كارترون، ما نجيبش مدرب بعيد عن مدرسه كارترون علشان نقدر نحصد بطوله الافريقيه. فلو بناخدك الراي انا في حوار كارترون ككل، قول رايك انت في الكومنتس، قول توقعك مين البديل الاول الاوقع لكارترون في الزمالك اللي يقدر يجيب لك دوري ابطال افريقيا، وقول لي كمان انت تتمنى مين. انا ما توقعش صراحه مين البديل بس بتمنى جروس. قول لي توقعك وتمنيك في الكومنتس. ولو حابب ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشتراك في الجرس عشان يجيلك حلقات اول باول، وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتنا الديسكربشن تحت، وبيعمل شير على فيسبوك تويتر على تويتر. كان معاك مصطفى، نشوف الحلقه الجايه. سلام.